وفي لندن شارك مئات المحتجين في مظاهرة حاشدة السبت للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان الطرف الأغر في العاصمة البريطانية لندن بمظاهرات مؤيدة للفلسطينيين. المتظاهرون نددوا بالمذابح التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في القطاع المحاصر، ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإرسال مساعدات إنسانية. هذا لا يكفي، أليس كذلك؟ 4 أيام وبعد ذلك نعود إلى ما كان عليه الأمر. أي شخص لديه عائلة هناك يشعر بالقلق عليهم كل يوم، ولا يعرف ما إذا كانوا على قيد الحياة كل صباح. أمر غير مقبول، ولهذا السبب نحن هنا. نحن بحاجة إلى وضع حد لذلك. نعلم أن الحكومة البريطانية تسمح بإعادة إنتاج الأسلحة الإسرائيلية في هذا البلد إذا رأوا الناس يقفون ضد ما تفعله إسرائيل. نأمل أن يدفعهم ذلك إلى إغلاق مصانع الأسلحة هذه ربما. من الواضح أن بريطانيا كانت وراء إنشاء إسرائيل منذ البداية مع وعد بلفور، ولهذا السبب نعتقد أن بريطانيا ستحاول السيطرة على ما أنشأوه. نحن هنا لتوجيه رسالة قوية للغاية إلى حكومتنا، إننا بحاجة إلى الدعم الكامل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وحتى الهدنة المؤقتة ستمكن المزيد من الناس من العيش وإدخال بعض المساعدات. القضية متعلقة بإيجاد حل يحصل الفلسطينيون عبره على التسوية السياسية التي كرستها قرارات لا تعد ولا تحصى للأمم المتحدة. نريد وضع حد لسفك الدماء، نريد تسوية سياسية كاملة حتى تصبح فلسطين في نهاية المطاف حرة وذات سيادة.